غابات أخاذة تفتن العيون بسحرها، ولكنها في المقابل تخطف الأرواح بما يقبع خلفها. مع وصول حزب العدالة والتنمية وبعدما تبين الأتراك الدور المنوط بهم في الشرق الأوسط من خلال عروض أوباما لشراكة حقيقية تجعل من تركيا والكيان الصهيوني قوتين صاعدتين بوجه زحف النمور الآسيويين المتنامي ناهيك عن حبس الروس في قلاعهم، أخذ الدور التركي ينمو على حساب عرب غطوا في حقد دفين على الإيرانيين دون أن يثبت وجودهم على الخارطة السياسية في المنطقة والعالم. إردوغان يريد إحياء العثمانية الجديدة وتعميم نزعة عثمانية سلجوقية في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضرب سوريا والقيادة في سوريا والمحور الذي تنتمي إليه. ليس نحن فقط في العراق. نعم. أنا وجدت المنطقة أغلبها متحسسة من هذا الدور. عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها على سوريا اعتمدت تركيا مديرا ميدانيا للمشروع، ولأن التدخل العسكري المباشر بالجيش التقليدي غير متاح فكان التدخل وفقا لاستراتيجية القوى الناعمة، وهذه الاستراتيجية دائما تتطلب قيادة ميدانية من قبل الاستخبارات العسكرية. كانت دمشق التالية على رقعة الشطرنج التي فرشها العمسان في الشرق الأوسط بمساعدة أطراف إقليمية وخليجية، ما لبث أن أماط فيها العثماني الجديد اللثام عن دوره فيها، فانقلب في ليلة وضحاها على عهوده ومواثيقه التي وقعها مع السوريين وأغلق أبوابه في وجههم في محاولة للتضييق على دمشق، مؤكدا بذلك دوره كلاعب في هذا المخطط. تركيا لديها مهمة كبيرة، نحن رئيس مشارك لمشروع الشرق الأوسط الكبير ونحن نعمل على هذا المشروع. This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. تركيا تريد أن تكون اللاعب الأوحد في المنطقة بمعزل عن الشركاء الآخرين الذين هم من المكونات الأساسية في المنطقة ولا سيما إيران. دائما يتكلم وكلامه كله مثير ومخالف لآداب العلاقات بين الدول ولياقات العلاقات، وفي ذهنه مشروع يقف خلف كثير من المشاكل التي تعيشها المنطقة ويقف خلف مشاكل تعيشها تركيا، وأنا مطمئن تركيا على يد هذا الرجل ستتمزق وستتحول إلى أشلاء وستضر بأمن المنطقة جميعا. التخبطات كانت السمة الأبرز التي لفت المشهد التركي، فعقدت المؤتمرات لتلامذة واشنطن تحت ما سمي مجلس اسطنبول،
وفتحت خزائن آل سعود وآل ثاني تغدق بدولارات نفطها على عصابات إجرامية تم تشكيلها بمباركة الأمريكية. هدفها الأول ضرب الشعب السوري ونسف البنى التحتية. التي تأتي بالمسلحين وتسلحهم وبتمويل من السعودية ومن قطر والسلاح من الغرب، وتركيا تدخلهم إلى سوريا بأسلحتهم بمتفجراتهم بقنابلهم بكل الأسلحة وعدادها. هذا الأمر بلغة القانون الدولي هذا هو صورة من صور الإرهاب، والإرهاب إما أن يكون إرهاب فرد أو إرهاب دولي أو يقال له إرهاب عبر الدول. نحن نعتقد أن المخابرات التركية عملت على اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الاستعلامي والترويجي والحرب النفسية، ثانيا الاتجاه الميداني والتحشيدي وإرسال المسلحين، ثالثا الاتجاه الاقتصادي حيث ضربت بالخطط التي وضعتها الاقتصاد السوري خاصة في منطقة حلب. فأعتقد أنه لا يمكن قراءة الدور التركي تجاه الأزمة السورية أو المنطقة عموما بمعزل عن الأخذ بعين الاعتبار الرابطة الأطلسية لتركيا وانتمائها إلى حلف شمال الأطلسي، وبالتالي القيام بدور الوكيل للسياسات الأطلسية والغربية في المنطقة. كان يريد من خلال عزفه على ألم اللاجئين السوريين فرض مناطق عازلة ضمن الأراضي السورية وعينه على الشمال السوري حلب وإدلب، محاولا تطبيق نظرية وزير خارجيته القائلة بأن الدولة التي تجهد للتأثير من خلال حدودها عبر القوة الناعمة أي الدبلوماسية هي الوحيدة التي تتمكن من حماية نفسها، ولكن حماية نفسها ممن؟ مرتكب جريمة الإرهاب التي تقع في سوريا هم واشنطن ولندن وباريس والسعودية والدوحة وأنقرة، أي يعني وأنا أعني الحكام والأدوات التي تقوم بالتنفيذ من مسلحين وقاعدة. الآن دور هيئة الأمم طبقا لأحكام القانون الدولي وطبقا لاتفاقية روما، من واجب مجلس الأمن الآن حقيقة أن يحرك دعوة جنائية ضد هؤلاء أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأعتقد أن هذا لا يساهم لا في الاستقرار، ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ولا في أن تكون تركيا دولة قوية ومستقرة. أنشأت الولايات المتحدة غرفة عمليات ميدانية تديرها وتقودها وهي الفاعل فيها المخابرات التركية، وبالتالي تعتبر المخابرات التركية هي المدير الفعلي المباشر للمشروع العدوان على سوريا الذي يحصل الآن، والتي تتقاطع عندها كل المعلومات وتتقاطع عندها كل الفعاليات والنشاطات التي تنفذ إرهابا وقتلا وتدميرا في سوريا. على أراضي الجمهورية التركية يوجد مخيمات لا يسمح لنواب ممثلين في البرلمان الدخول إليها، هذا لا يعني إلا أن بداخل هذه المخيمات مسلحين أجانب يتلقون التسليح والتدريب بداخل هذه المخيمات. سرعان ما تسربت أنباء عن انتهاكات لقوى الأمن التركي بحق اللاجئين السوريين ضمن المعسكرات التي لم تكن أكثر من معسكرات تجنيد وإذلال للسوريين، ولا سيما بعد فضيحة الاعتداء على نحو 400 فتاة وامرأة من قبل الأتراك. هجوم الأمن التركي
على اللاجئين في مخيم كلش 22/7/2012. الله أكبر الله أكبر. 3 رمضان الأتراك يعيدون القنابل المسيلة للدموع. لا تجعل واحد دخيل يا غريب. الله أكبر. الأتراك اللي في العالم واقف. وحي يا عمي. هذه معاملة أردوغان للاجئين السوريين. واستبيح الأطفال أيما السباحة، وتاجرت بهم وسائل الإعلام أيما متاجرة، فقتلت البراءة في عيونهم وجيشوا لحمل السلاح أيضا. قد عمرك أنت في المقاتل؟ 14 سنة. سوريا عسكري بين كردستان. لا أردوغان. بين أدريود وسوريا. عفوا. أولادنا. أردوغان من سنتين كان يجي على سوريا. نحن هيك عمل له. نحبه لأردوغان. إسا وين أنا رح أتعب أو سناب أو تنمي. أردوغان. عشان صباح خير لو صغير مغلق. بزن يا بلدي. بزن يا وريا. وشغلار بزن يا بلدي. عسكر مزوار. بزا قوشيخ. بزا الأدم أخطم بزا. يا بلدي. زالنا دشمن بيخ. أما أدم أخطم بلدي. دور هيئة الأمم أن تحيط طبقا لاتفاقية روما، لأنه من الذي يحرك الشكوى؟ يحرك الشكوى إما مجلس الأمن أو المدعي العام للمحكمة أو أي جهة تشتكي يعني. هذا تصريحات هؤلاء جميعا، تصريحات هيلاري كلينتون، تصريحات أوباما، تصريحات هيك، تصريحات كاميرون، تصريحات ساركوزي، تصريحات هولاند، تصريحات أردوغان، سعود الفيصل، الخمدان حمد الثاني وخمد بن جاسم. هذه التصريحات أليست اعترافا منهم بارتكاب هذه الجرائم؟ وبالتالي هم ينطبق عليهم ما ينطبق على الفاعل الأصلي بقوانين العقوبات. Was machst du da an der syrischen Grenze? Bist du komplett verrückt geworden? Willst du mit Netanyahu, dem Irren von Tel Aviv, konkurrieren darum, wer als Erster den Dritten Weltkrieg entfesselt? Was soll das? Bis vor kurzem hast du eine vernünftige Politik gemacht, hast die Türkei wirtschaftlich nach vorne gebracht. Alle im In- und Ausland haben davon geschwärmt und jetzt willst du mit deinem militaristischen Arsch alles wieder umreißen, was du aufgebaut hast? Erdogan will die Al-Uthmaniyya al-Jadida. وتعميم نزعة عثمانية سلجوقية في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضرب سوريا والقيادة في سوريا والمحور الذي تنتمي إليه. من هنا وفي الأعلى تمتد تحتنا أراضي اللواء السوري السليب، سهول وجبال ووديان، جمال طبيعي أخاذ اختص الله سبحانه به هذه المنطقة، فيما اختصها الرجل بمعسكرات لتدريب عناصر الجماعات الإرهابية التكفيرية من تنظيم القاعدة، الذي تم إحضارهم من السعودية وقطر وليبيا والشيشان وتونس وعدد آخر من الدول. كان مدربوهم من الأمريكيين والإسرائيليين وفي قرى تركية حدودية. قدر مراسل صحيفة يورت التركية أعدادهم ما بين 7,000 إلى 8,000 يتسللون عبر الحدود إلى إدلب واللاذقية، وهم مسؤولون عن أغلب التفجيرات هناك. سين حالي وش صاح تسوح يقدر القاء صاح تسوح دين دول جهة هذا غير الديس وشاء وضح نيخسن قاه يقنا غير نيخسن هم ديو دي شاء غير هم ديو الأذكرة دول شاء غير صاحة شين موك جواخي أحيي بشاء غير رجل يشتي حادي عمر قدر تقدر تشمن سا وجيب شيء تشاء ياق تيجر حوار باحنا لوخي عشين دول اشترك يش هي بني شوق يشيه تو ألر قد ما قوشل شيء يوتوش هني شوق يشيه قليل تسلوش روني يشيه ليل ايتو بوتوش أزبحان دول شيه خذها جهاد مدير يالدي خذها شين بن دوزل دوزين شولتا شامي دول جهاد دوزل دوزين شولتا خذها حوا نيجا توصل حاليا غير عبد الله الشيشاني
أول لقاء جمع بيننا كان بعد عملية برج القصب بيومين، وجلسنا وتحدثنا في بعض الأمور، وكان من بعض الأمور التي تحدثنا فيها هي إنشاء معسكر لتدريب الإخوة المهاجرين، وكان هذا أول معسكر لتدريب المهاجرين، وكان هذا المعسكر على مستوى عالي من التجهيز ومن ناحية التدريب ومن كل شيء. بالنسبة للحظة استشهاد بتاعه، كنا رايحين العملية وكنا يعني مش نتسلوا على مخفر، يعني نأتي من وراء العدو، نطلع هضبة، نصعد هضبة صغيرة ثم يعني نباغته من الخلف، وهو كان في المقدمة وكان بحوزته مسدس كاتم صوت. كانت الخطة أنه هو يتقدم يقتل الفراس ثم نهجم بعده، ولكن قدر الله أنه يعني لما صعد الهضبة انفجر فيه لغم. Physical training and they do weapons training. For me, I'm getting the light weapons training, physical training too. I'm getting also training for the NATO M16, and it's heavy though, but I'm getting training on it. The pistol too. So yeah, it's available. And where do you do that training then? Where do these? My training, I did some training, like a personal training here in Turkey with the people from FSA. We understand that there's some training here in Adana. Is that right? There is. I'm not yet with them, but there is a school. Yes, it's done by Turkish people. And do you know anything more about that? I mean, I don't know so many information about that because it's secret. And like, you know, Turkish people are really helping us, so we don't want to really disclose information about that. But you can confirm that there is a special training base here in Adana? Yes, a lot of people are getting training from there in those camps, yes. And is that, you're talking about thousands of people being trained in these camps? I don't know about numbers, but I know a lot of people. I know that so many Syrian people are getting training in those camps or schools, I think they are. فيما تكشف تقارير صحفية أخرى، انفردت صحيفة الوطن التركية بأحدها أن استراتيجية وتوقعات حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سوريا وقيادتها فشلت، وأن المعارضة في سوريا لا تملك رؤية سياسية وإيديولوجية محددة، والشيء الوحيد الذي يعرف عنها هو تلقيها السلاح والتمويل من مشايخ الخليج وملوك العرب ودول الغرب وتركيا بذريعة تحقيق الحرية والديمقراطية في سوريا، معتبرة ذلك تحريضاً على الحرب والمشاركة في قتل آلاف الأبرياء وتشريدهم من مجموعات متطرفة مشكلة من تنظيم القاعدة. سوريا عم تتعرض لعدوان صارخ وحرب كونية، ويقود هذه الحرب واشنطن ولندن وباريس، ولهم أدوات تتمثل بأنقرة والسعودية وقطر، وتتمثل بحركة الإخوان المسلمين والقاعدة وعصابات أخرى. هذه الأهداف أو هذه الغايات التي رمت إليها منظومة العدوان لم تتحقق، والدليل أن سوريا استمرت في خطها الصاعد في عملياتها الدفاعية وفي هجومها المعاكس على الإرهابيين. أما النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض خورشي جوناش فيؤكد أن تركيا تشارك السعودية وقطر في دعم المعارضة السورية بالسلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع النفقات الضمنية لحكومة حزب العدالة والتنمية، حيث سجلت رقماً قياسياً لم تشهد الجمهورية التركية هذا الحجم من النفقات الضمنية في تاريخها. أعتقد أن رجب طيب أردوغان بهذه السياسة يدفع في اتجاه زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، من خلال أنه طرف في الصراع في سوريا، من خلال دعم المعارضة المسلحة وتحويل تركيا إلى مقر وممر لكل المسلحين من كل أنحاء العالم
للدخول إلى سوريا. فيما كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في تدريب المجموعات التكفيرية هو دليل على تورط واشنطن في الأزمة السورية، لأنها هي التي تأتي بالمسلحين وتسلحهم وبتمويل من السعودية ومن قطر والسلاح من الغرب، وتركيا تدخلهم إلى سوريا بأسلحتهم بمتفجراتهم بقنابلهم بكل الأسلحة وعتادها. هذا الأمر بلغة القانون الدولي هذا هو صورة من صور الإرهاب، والإرهاب إما أن يكون إرهاب فرد أو إرهاب دولة أو يقال له إرهاب عبر الدول. Die türkische Grenze zu Syrien ist ein einziges Militär- und Ausbildungslager für diese Terroristen geworden. Im Inland bezeichnest du kurdische Rebellen als Terroristen. Aber Leute, die im Ausland, etwa in Syrien oder vorher in Libyen, mit denselben Methoden vorgehen, sind für dich Freiheitskämpfer. Was soll dieser doppelte Standard? الرسالة الأطلسية والغربية للمنظومة التي تدافع عن سوريا بشتى الطرق المتاحة أن هذه المنظومة العدوانية هي جادة في ملاحقة الدولة السورية حتى إسقاطها. في وقت تقدم نائب رئيس حزب العمل التركي بيرام يورتشيشاك بشكوى جنائية ضد المسؤولين عن إقامة معسكر أبايدن التركي المخصص لإدارة العمليات الإجرامية التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، مطالباً بإغلاقه حسب موقع أولوصال بكيش.